الحق المواطنين من ذوي الهمم لهم كاف لهم الحق الكامل في استيراد السيارات وأن يتمتعوا بالمزايا الممنوحة لهم، ولكن المشكلة كما تعلم حضرتك أن السيارات بتكون معفية من بعض الرسوم والجمارك، وبالتالي عندما نكتشف أن هناك من يستفيد بتلك السيارات وليس المواطن وليس ذوي الإخوة يعني من ذوي الهمم، وبالتالي يعني هناك لابد أن تكون هناك عملية مراجعة لضبط هذه الأمور، لأنه هذا الأمر بيعني إهدار أموال وإهدار إيرادات لصالح الدولة. فبالتالي هذا هو جوهر الأمر. هناك السيد رئيس مجلس الوزراء تابع عملية وضع حوكمة لهذا الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص، يعني أي شخص يستفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم. من هذا المنطلق تقرر اليوم، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم بتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة بتضم ممثلين من الجهات المعنية اللي هي تحديدا المالية، مصلحة ممثلة في مصلحة الجمارك والداخلية والتضامن الاجتماعي والرقابة الإدارية، بحيث انه اللجنة على مستوى كل محافظة تتابع موقف السيارات التي تم الإفراج عنها لذوي الهمم بالفعل، وتتأكد من انه صاحب السيارة من ذوي الهمم ما زال بيحتفظ بيها وبيستخدمها ولم يتم بيعها لمواطنين آخرين. في حالة اكتشاف ايوه بيعها لأي مواطن آخر ايوه من غير ذوي الهمم، ايوه ففي هذه الحالة الدولة ستقوم ب يعني تحصيل مستحقات الدولة وفرض كافة الغرامات المقررة في هذا الصدد. لا يعني لو حد النهارده دخلت عربية وتم بيعها لشخص آخر ليس من أصحاب المصلحة ذوي الهمم، هل هيتم استرداد كامل المبلغ والرسوم والجمارك عن هذه السيارة؟ بالتأكيد يا فندم، لأنه السيارة عندما تم الإفراج عنها أفرج عنها بناء على تخفيضات وإعفاءات من الجمارك والرسوم التي تمنح خصيصا للمواطنين من ذوي الهمم. فبالتالي عملية القيام ببيعها لاحقا أو استخدامها لاحقا من شخص آخر من قبل شخص آخر من غير المواطن الذي من ذوي الهمم الذي تم الإفراج السيارة بناء على طلب منه أو بناء على أن السيارة سوف تكون ملكا له، فبالتالي من حق الدولة في هذه الحالة أنها تحصل أو تطلب تحصيل الرسوم والغرامات في هذه الحالة، لأنه هذا الأمر يمثل إهدار لأموال ورسوم وجمارك كانت تتحصل عليها الدولة. فبالتالي الدولة من حقها في هذه الحالة من خلال عملية المراجعة التي ستقوم بها اللجان المشكلة على مستوى المحافظات من حقها في هذه الحالة إنها تطلب الشخص من غير ذوي الهمم أو الشخص المعني في هذه الحالة بدفع كافة الرسوم كاملة لخزينة الدولة. طيب سيادة المشار محمد، ربما هنا هل هنا بتعامل من خلال المرور لأنه كل التراخيص المرور، ولا هتعامل من خلال كل محافظة مين دخل عنده عربية من ذوي الهمم؟ هل عندي حصر بعدد العربيات اللي دخلت أولا ولا لا؟ هناك حصر بالفعل لدى مصلحة الجمارك، لأن مصلحة الجمارك هي التي تقوم بالإفراج عن تلك السيارات، ويكون بالتالي لديها قاعدة كاملة من بيانات السيارات وأصحاب تلك السيارات من ذوي الهمم، وبالتالي البيانات والقاعدة متوفرة تماما لدى مصلحة الجمارك، لأنه السيارة أصلا بيفرج عنها على أساس أنها ستكون ملكا لمواطن من ذوي الهمم، فبالتالي إفراج عن السيارة لصالح مواطن من ذوي الهمم بيتم بناء على إجراءات رسمية لدى الجمارك، وبالتالي الجمارك لديها بيانات رسمية في هذا الصدد. ما نحن ايوه بصدد القيام به من خلال اللجان المشكلة على مستوى المحافظات هو التأكد من أن صاحب السيارة من ذوي الهمم ما زال يمتلك تلك السيارة. طيب هل بنتكلم على آلاف السيارات اللي لو تم في عرض النهاردة على من أساءوا استخدام هذا الإجراء أو هذه الإجراءات وباعوا العربيات لآخرين، هل عندنا حصر بعددهم ولا لا؟
يعني خلينا حضرتك نقول انه طبعا الحصر هيبان من خلال اللجان اللي هتشكل لمعرفة من قام بمخالفة القواعد المنصوص عليها، فبالتالي عملية الحصر هتوضح هذا الامر. لكن نقدر نقول انه كما اشار السيد رئيس مجلس الوزراء من قبل لهذا الامر، انه من الواضح ان هناك ظاهرة لبيع السيارات المفرج عنها والخاصة لذوي الهمم إلى مواطنين عاديين، وبالتالي يعني نتوقع أن يكون العدد كبير. العدد الفعلي كام؟ يعني إن شاء الله يعني بعد عملية الحصر سنتأكد من العدد الفعلي، لكن من المتوقع أن يكون العدد كبير. طيب دلوقتي القانون بيتكلم على حظر لمدة 5 سنوات، لو أنا بعد 5 سنوات بعت العربية بتاعتي هل علي أيضا إجراءات قانونية؟ هل ده دخل في نطاق أيضا الإجراءات اللي الدولة هتاخدها ويدفع الفلوس؟ يعني طبعا دي نقطة مهمة ستعتمد على تاريخ الإفراج عن السيارة، ولكن مبدئيا خلينا حضرتك نقول إنه يعني العدد، يعني طبعا الأعداد التي نتحدث عنها هي أعداد لم يمر عليها 5 سنوات، وبالتالي لا أتوقع أن هذا الأمر سيمثل مشكلة في عملية المراجعة. طيب دلوقتي العربيات اللي موجودة النهاردة واحنا بنتكلم دلوقتي والاجتماع كان النهاردة موجودة في المواني، ما موقف هذه السيارات؟ هل هيتم الإفراج عنها ولا هتنتظر؟ حضرتك تقصد السيارات الجديدة الجديدة اللي موجودة في المواني دلوقتي. السيارات الجديدة الموجودة في المواني، يعني إن شاء الله هناك نظام موضوع من قبل الجمارك للإفراج عن تلك السيارات، ولكن تحديدا سيارات ذوي الهمم ما زلنا نضع الضوابط لها، وعملية الإفراج عنها